أرض السمر، عالمنا الجميل. هذا المكان كانت تتجلى عبادة الإله الأعظم عند الفراعنة، الإله آمون. هذه المدينة الوادعة بكل مكونات الجمال فيها تجد فيها مزيجا سكانيا كبيرا. نحاول الوصول إليهم، نستمع إلى أغانيهم، إلى رقصاتهم الشعبية، ونشاركهم في هذه العادات والتقاليد القديمة. في طريق التحدي المتجه شمالاً من العاصمة الخرطوم إلى مدينة شندي، ننحاز إلى يمين الطريق مع بداية ولاية نهر النيل. اللافتة تقول إن هذه الانعطافة الرملية تؤدي بك إلى بوابة تاريخ قديم. الطريق سهلة أمامنا. انبساط الطريق ووضوحه يؤكدان أن هذه الطريق يسلكها كثير من السيارات. هناك جبال عالية تقترب منا. إنها الحصون القديمة لتلك الممالك التي تشهد عليها أطلالها، والتي يقوم فريق أرض السمر بزيارتها. تلك الصفوف الخضراء تضم داخلها استراحة يضع فيها العلماء والسياح ومكتشفو الآثار تعبهم قبل أن يبدأوا الرحلة في أعماق التاريخ. هذا معبد الأسد في منطقة المصورات الصفراء، واحد من أروع الأماكن الأثرية ومن أندرها، ولا تكاد تجد شبيها له إلا في موقع قريب على بعد 8 كيلومترات، في موقع النقعة القريبة من هذا المكان. نلاحظ في صدر هذا المعبد هذا الكرسي. من الواضح أن هذا الكرسي كان عليه صورة للإله أو صورة للملك، لم يتبقى من هذا الكرسي الملكي سوى هذا الموضع. لابد أنه كان تمثالاً كبيراً، كانت تقدم له القرابين وكانت تؤخذ منه البركات. هنا أيضاً تصوير للأسد، وهو الذي يحمي هذا المكان، وهو تصوير كامل، ونلاحظ أنه بجسده الطبيعي وليس جسداً بشرياً. هذا هنا أيضاً كما قلنا مفتاح الحياة، وهي من الصور التي تنتشر كثيراً في هذا الأمر. تلاحظون في هذا التصوير أنه البقر، هذه بقرة ها هنا، وهذه البقرة مجموعة من الأبقار كأنها مجرورة جراً في قطيع، تقدم كقرابين للإله الملك الإله الأسد. هذا المكان يحتاج إلى تفكيك، لا تزال كثير من رموزه غير معلومة لدينا. نظن أن هذه المنطقة بكاملها مليئة بالسحر، مليئة بالكنوز التي تحتاج إلى كشف وبحث وتنقيب، لم نستطع حتى الآن أن نكشف إلا القليل القليل عنها. نحن الآن في منطقة النقعة.
هذا المكان الساحر الخلاب الجميل في هذا الوادي، وادي العواتيب. هذا الوادي الغني بزراعته نتيجة اجتماع المياه، مياه الأمطار، في من مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية الشرقية من أواسط السودان، تتجمع في نجع كبير، في نقع كبير، ويأتي الناس ها هنا من كل مكان ويزرعون مزروعات قديمة معروفة كزراعة الذرة وزراعة البطاطس وزراعة الخضار وغير ذلك من المزروعات التي كانت معروفة في عصور قديمة في هذا المكان. أمامنا مباشرة مجمع عمراني ضخم ما زال يحير العلماء، يبدو من الأعلى في نسق هندسي منتظم يوحي بدقة المعمار وقوة السيادة في هذا المكان. هذا هو معبد الأسد. الأسد البشري، المعبود السوداني القديم أبيديماك، الذي لا نجد له نظيراً في شمال الوادي. إنه المعبد المشيد الذي حفظ لنا تاريخ سادة المكان وعقائدهم القديمة في هذا الوادي الكبير. الآن نحن أمام البوابة، بوابة هذا المعبد. نجد في رأس هذا المعبد قرص الشمس، هذا قرص الشمس، ونجد بعد ذلك هذان الجناحان، جناح كوبرا يتجه ناحية الشرق وجناح آخر ناحية الغرب، وفي الخلفية امتداد للأجنحة وكثير من الرموز المتغيرة والمتشتتة نتيجة عوامل التعرية والتصرف. هذه صورة الملكة أمانيتيري، ملكة أمانيتيري من الملكات المرويات. نجد أنها في صورة امرأة محاربة. هذه المرأة المحاربة تحمل بيدها اليسرى سيفاً، هذا السيف تقوم فيه بقطع رقاب مجموعة من الأسرى، عدد كبير من الأسرى مجموعين كلهم وملتفين ومربوطين برباط شديد، وتقوم بقطع رقابهم، وتحتها أيضاً مجموعة من الأسرى الذين يجلسون على ركبهم بهذا الشكل، ها هنا، وهذه ركبهم وهذه أقدامهم موجودة ها هنا، وهم في وضع من الإذلال الشديد، تريد أن تقضي عليهم وأن تقتلهم. وهناك أيضاً مجموعة من الأسرى الموجودين في الأسفل، أو الأسرى جميعاً مربوطون بحبال وثيقة في طريقهم لكي يقتلوا ويذبحوا، في الدلالة على القوة الهائلة لهذه الملكة. إذا اتجهنا إلى هذا الجانب من المعبد سنجد أيضاً صورة من الصور الممتلئة بالصور العجيبة التي تشكل امتزاجاً للحضارة الفرعونية والحضارة المروية. هنا الملك على رأسه القرنان، هذان القرنان يشيران إلى تملكه، إلى تملكه لمصر والسودان، إلى شمال وادي النيل وإلى جنوب وادي النيل. الملك نيتك أماني كما هو ظاهر يحمل، يضع بين يديه دائرة تشير لعلها إلى الشمس، هذا من الرموز التي تحتاج إلى تحليل وتفكيك. مقابل الملك نيتك أماني نجد الإله الأسد اللي هو أبيديماك، وهو الإله الإفريقي المروي السوداني الذي وجدناه متجلياً في هذا المعبد، معبد النقعة، وفي معبد المصورات، وسنجده أيضاً في معبد آخر في مروي. المعبد هذا هو إله الأسد، نجده في هذا الموضع مختلفاً عن صورته في البوابة الموجودة هنا عند باب هذا المعبد. هنا نجده برأس أسد، ونجده بعد ذلك بهيئة إنسان كامل، وهي صورة مختلفة عما سنجدها عند البوابة. خلفه ها هنا حورس، الإله حورس، والإله حورس طبعا من الآلهة الفرعونية. نجد هنا أن الإله الإفريقي السوداني المروي متقدم على الآلهة المصرية، من الواضح أنه تم مزج الديانات المصرية والديانات السودانية مع بعضها. هنا أيضاً تمثال فريد أيضاً،
أو نقش فريد للإله آمون، وهو أحد أهم الآلهة المصرية التي انتشرت عبادتها في المنطقة المصرية السودانية. هنا الإله أيضا، هنا إله آخر، وهنا إله إيزيس. طبعا هنا الصورة متكسرة، ونلاحظ هذا الحشد الكبير من الآلهة الذين يباركون الملك نيتكاماني، وخلفه الملكة أمانيتيري أو أماني توري. ليست هذه مجرد حفرة، إنما هي حفير قديم كان ممتلئاً بالماء. كان المصدر الرئيس للماء في المنطقة البعيدة نسبياً عن النيل. هنا تتجمع مياه الأمطار، فتشرب منها المواشي والأفيال، وتشرب منها المنطقة بأسرها. نتحرك الآن صوب النقعة. لا تذكر النقعة حتى تنضم إليها المصورات الصفراء التي كنا فيها. إنها جغرافيا واحدة قريبة من بعض، بينهما تلازم أكيد. هذا المكان أنا أظن أنه يحتشد بكمية كبيرة من الآثار. بقي لنا من هذه الآثار الشاهدة الموجودة إلى عصرنا هذا في تلك المرتفعات معبد آمون، الكشك الروماني، معبد الأسد، معبد تشينكد خيتو. هذه هي الآثار الأربعة المعروفة لدينا في هذا المكان الصاخب بالحياة. هذه البئر القديمة هنا نموذج لتلك الآبار القديمة التي عاش التاريخ حولها. وجود الماء يعني وجود الحياة، ويعني وجود الإنسان. هنا يجر الزمان دولابه. للبئر نظام دقيق يشرف عليه رجال لهم خبرة وتاريخ. الرجال والنساء معا في منظومة واحدة يسحبون الماء وينقلونه ويحملونه، حتى الأطفال يمارسون أدوارهم. أطفال، فتيان وفتيات يسوقون الحمارين المربوطين بحبل الجر. آخرون يسوقون الماشية. آخرون يعبئون الماء وينقلونه. هذا الكشك الروماني، إنه طراز روماني يكشف علاقة قديمة مع تاريخ أوروبا. لا نقوش ولا صور في حجارته، خربشات وخطوط، وكأنها خطوط أطفال مدرسة يتعلمون الحساب. الكشك الروماني، لماذا سمي بالكشك الروماني؟ سمي لأنه مبني على طراز روماني. لماذا كان الرومان ها هنا؟ كانت هناك علاقة بين البطالمة والمرويين وبين الرومان والمرويين، وكانت هناك حروب بينهم. هذا الأثر يدل على وجود روماني وعلى تأثير معماري روماني في هذه المنطقة في وسط السودان. هذا الكشك الروماني بهذا الطراز الغريب يمتاز بقلة التصاوير وقلة النقوش. لا نكاد نجد في داخله سوى أربعة تماثيل نافرة لأسود رابضة موجودة في منطقة سقفية فوق النوافذ الشرقية والغربية. في الداخل لا نكاد نجد أي تمييز خاص سوى تلك الأعمدة المزينة، ولكن لا توجد هناك تصاوير لا للملوك ولا لآلهة ولا لملكات ولا لسجون، مما يدل على أن حقبة بناء هذا الكشك مختلفة تماماً عن حقبة بناء معبد الأسد الموجود على بعض أمتار قليلة منه. هذا معبد أيضاً،
وجود المعابد يعني المدنية والحداثة ووجود السلطة. جدران المعبد تحكي تاريخ سادة المكان أيضاً، كما في معبد الأسد بالمصورات. هنا تركبت الحجارة بسهولة، لقد كانت وجوه التاريخ تكمل الصورة وتضع الحجر الشقيق إلى جانب شقيقه المكمل لصورته. إننا في حشد كبير للمعابد وكأنها مدينة دينية. هناك معبد ضخم فخم تصطف أكباش آمون الحارسة على جانبي. نحن الآن في معبد آمون، وهو معبد ذو أثر فرعوني خالص. نجد فيه حضوراً طاغياً للإله آمون برأس الكبش الشهير، ونجد عدداً كبيراً من الكباش موزعين على ثلاث قاعات. هناك قاعة خلفي يوجد فيها ثلاثة أزواج ستة، وتوجد ها هنا في المقدمة ثلاثة أزواج أخرى، ويوجد كبش واحد متبق على مدخل هذا المعبد. هذا المعبد مبني من الطوب الرملي النوبي أو الحجر الرملي النوبي الشهير، وهو سريع التحلل، لكنه استطاع أن يبقى هذه المدة الطويلة من الزمان. هذا المعبد ليس غنياً بالتصاوير، فيه بعض التصاوير المهمة الصغيرة المحفورة حفراً، هناك حفر بارز وهناك حفر غائر موجود في عدد من الأماكن المهمة. يوجد ثلاث ممرات في هذا المعبد المهم، ويوجد أيضاً مذبح في هذا المعبد. هذا المعبد واضح جداً أنه ما تبقى من بناء كبير جداً يمكن أن نتلمس آثاره المتبقية حول هذا البناء داخل منطقة النقعة المروية الموجودة في وسط السودان. عند سفح الجبل تهدمت جدران معبد شينكدخيتو، لكنه بقي شاهداً بنقوشه القديمة وتصويراته على عظمة المكان. هذا ما تبقى من آثار معبد الملكة شينكدخيتو الملكة المروية، مكتوب اسمها على هذه الناحية اليمنى من كتف هذا المعبد المتبقية فيه هذه الآثار. هذا المعبد موجود في الناحية الشمالية الشرقية من موقع النقعة قرب شندي في وسط السودان، وفي سفح هذا الجبل الذي يقال له جبل النقعة، ونعتقد أنه كان محجراً. هذا المحجر كان يؤخذ منه الحجر الرملي الذي بنيت منه هذه المعابد، كان يؤخذ الحجر من هذا المكان، ومن الواضح أن هذا الجبل كان أكبر بكثير مما هو عليه الآن. هذا ما تبقى من هذا الجبل، كان يؤخذ منه الحجر وتبنى فيه هذه المعابد. هذه المعابد المترامية تحكي قصة مدينة عظيمة في هذا الوادي الخصيب. تحت هذه الرمال المنتشرة توجد آثار كثيرة، هذه الآثار الكثيرة ما تزال بعثات التنقيب الآثارية الأجنبية والمحلية تحاول أن تكتشف ما يمكن أن يحتويه هذا المكان، وما يمكن أن يكون قد دفن تحت تراب آلاف السنين. هذه الحضارة التي نقف عليها الآن هي حضارة الحقبة المروية التي تعود إلى نحو 300 عام قبل الميلاد، ثم إلى حوالي 350 عام بعد الميلاد. هذه الحقبة نتعرف إلى هذا المكان، أقدم مكان موضع استطعنا أن نحصل على إجابة حول تاريخ بنائه يعود إلى نحو 170 عاماً قبل الميلاد. هذا المكان ما زال غنياً بالكثير من الأساطير والحكايات والكثير من الآثار التي تنبئ عن حضارة فنية وعسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة أدت إلى وجود حضارات أجنبية قديمة أتت إلى هذا المكان وتعاملت معه
إما بقوة السياسة والعسكرية وإما بقوة الاقتصاد. الكشك الروماني كان شاهداً على ذلك، والحضور الفرعوني العميق كان شاهداً على ذلك، والحضور الإفريقي السوداني كان أيضاً شاهداً على عظم تاريخ هذه المنطقة الساحرة إلى يومنا هذا. خرجنا من النجعة على طريقنا الرملية ليلاً، تقاطعنا أرانب الصحراء البرية وفئران الحقول المطرية القافزة وجنادب الليل. أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل، حضارة ممتدة، حضارة ممتدة. أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل، حضارة ممتدة، حضارة ممتدة. حاولنا نبقى دليل، نعكس صور للغير، سودان ما فيه كتير غير ما بيتعدى، بين فيك الواحد، بس القلوب واحد، يا منارة التاريخ ليك الزمان شاهد.